بالنسبة للمعالجات الأمومية للناقل الصافر، للأسف أنه هي مبنية على بناء سياسي يصب في مصلحة الميليشيا الحوثية وتحكمها في للأسف أو جلب باخرة جديدة إلى جانب الباخرة السابقة صافر، وبقاء هذه الباخرة سنة ونصف إلى جانب الباخرة الصافر. وهنا يظهر أن الحل ليس فنيا وإنما حل سياسي، وهكذا نصت عليها مذكرة التفاهم ما بين السفير الهولندي الذي تدخل والأمم المتحدة وميليشيا الحوثي. طبعا للأسف هذا الحل بعيد بعيد كل البعد عن الحل الفني، والحل الفني هو أساسا أن تجلب باخرة وتشفط النفط مباشرة، وهذه العملية لن تستغرق حتى أسبوعين وربما شهر بالكثير إذا كان هناك، طبعا هناك أكيد أعطال في الباخرة وتحتاج إعادة صيانة، فالفترة الأطول ممكن تكون هي شهر بالكثير بالنسبة لي تفريغ يعني تقييم الباخرة وإعادة تشغيل التجهيزات التي عليها ثم شفط النفط منها، وهذه العملية كلها لن تكلف يعني بالإجمال وبالحد الأعلى 10 مليون دولار، ولكن الأمم المتحدة ذهبت إلى للأسف أنه تطلب تمويلات على حساب هذه الباخرة، وهذه كلها على حساب معاناة اليمنيين، وهذه التمويلات مبالغ فيها للأسف. وقامت واشترت الباخرة النوتيكا والتي كانت معروضة أساسا ب 53 مليون دولار، وهذه وللأسف لم تعلن الأمم المتحدة عن وتكون بشكل شفاف تعلن عن المبلغ الذي اشترت فيه الباخرة وما هي الإجراءات التي تمت على تعديل الباخرة. وبالتالي وجدنا أن المبلغ الأول الذي جمعه هو تقريبا 90 إلى 100 مليون مباشرة بعد شراء الباخرة، طلبت الأمم المتحدة يعني من جديد تمويلات تصل إلى 30 و34 مليون، وقبل يومين طلبت أيضا 15 مليون. وبالتالي هنا يعني مجال للفساد يبدو في هذه الباخرة. بدأت يعني الأمم المتحدة من خلاله يعني تستقطب أيضا أموال، وربما هناك تلاعب كبير. فالعملية كلها 144 مليون تقريبا هي يعني مبالغ فيها بشكل كبير، كما ذكرت أن المبلغ لو كان جبت باخرة وشفطت النفط حتى لو استأجرتها لن يصل المبلغ إلى 10 مليون دولار، إلى جانب أنه للأسف أن الحل ينقصه الوضوح في هل سيتم سحب الباخرة مباشرة أم ستبقى، وهذا الواضح في المذكرة أنها ستبقى إلى جانب الباخرة صافر وفيها النفط ربما سنة ونصف. نحن نحتاج فعلا أن نتخلص من هذه الباخرة، وأي حل يأتي نحن نفرح فيه ونستبشر خيرا، لكن يجب عليهم أن يخلصونا حتى ولو نهبوا كل المال، حتى لو أخذوا النفط كاملا لهم فليأخذوا، ولكن فلنتخلص من هذه الباخرة وبشكل عاجل. لا نسمح بتحكم الميليشيات الحوثية، لا نسمح بأي مخاطر، هناك مخاطر كبيرة من أي الآن الباخرة يعني حتى في هذه العملية الآن هناك مخاطر وهم نفسهم يتوقعوا هذه المخاطر، ولكن هل عملوا خطة فعلا خطة طوارئ يعني ذات جودة عالية لمعالجة أي مخاطر من هذه العملية؟ هل سيتم إن شاء الله يعني مباشرة بعد تفريغ النفط سحب الباخرة وأيضا إبعاد النفط بالباخرة نوتيكا من الموقع، وبالتالي يعني يكون هناك فعلا تخلص واطمئنان لدى الشعب اليمني ولدى يعني على أرضه، على سواحله، على بيئته البحرية، على ثروته البحرية. نتمنى أن يكون هناك فعلا رغم كل هذه للأسف اللعب السياسي، نتمنى أن نتخلص من هذه الكارثة بإذن الله في أقرب وقت، وأن يكونوا جادين وأن يخلصونا بأسرع وقت، وأن لا تكون أداة أو فزعة أخرى يستخدمها الحوثي ضد اليمنيين وضد العالم.